السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. لو عايز تتعلم إن تنطق الكلمات باللغة الإنجليزية صح، يبقى الفيديو ده يهمك. النهاردة هنتعلم الفونكس وإزاي ننطق أي كلمة باللغة الإنجليزية صح، والتكات اللي موجودة عندنا في الكلمات بالإنجلش. أول حاجة، في عندنا كلمات بيبقى فيها الثلاث حروف دول مع بعض، اللي هو A L L. الثلاث حروف دول لما ننطقهم كده مع بعض بيتنطقهم all، ولازم تنطق كده زي ما انا بنطق بالظبط عشان ننطق الكلمه بطريقه صحيحه. يبقى عندنا A L L بيتنطقهم all، زي كلمه ball. كلمه ايه؟ ball. طبعا كلنا عارفين ball يعني كره. ها C A L L، الكلمه ديت لو حبيت انطقها انطقها ايه؟ ننطقها call. نطق call. ها الكلمة ديت F A L L بيتنطق، ما تيجي ننطق كده مع بعض، ها بيتنطق ايه؟ برافو. نطق fall، بيتنطقهم fall. again نقول تاني كده مع بعض، ball call fall. call طبعا بمعنى ايه؟ يتصل بيه او ينادي على شخص. طيب fall بمعنى يسقط او يقع. ها S M A L L، ها نحاول ننطق كده الكلمه دي مع بعض، وما ننساش ان احنا قلنا ان A L L تتنطق all، تبقى اسمها ايه؟ S مول. S مول. سمول طبعا كلنا عارفين يعني ايه، بمعنى صغير. طيب عندنا بعد كده كلمه ها T A L L بتتنطق tall، بيتنطقهم tall. tall يعني طويل. ها واخر كلمه معانا H A L L بتتنطق ايه؟ طبعا حرف ال H بيتنطق ها ها بالظبط. اللي عايز يعرف طبعا نطق الحروف كلها يرجع بقى للفيديو الاولاني بتاع كيفيه نطق الحروف، هيتعلم كل حاجه ازاي كل حرف بيتنطق ايه بالظبط في الكلمه. يبقى H A L L حرف ال H بيتنطق ها، يبقى اسمها هول. هول بمعنى القاعة أو الصالة. نقول تاني كده بقى مع بعض، again ball call fall small tall hall. again ball call fall small tall هول. برافو عليك. طيب في عندنا بقى كلمات فيها حرف جي اتش. حرف الجي اتش ها له اكتر من كذا قاعده، مش قاعده واحده. ساعات الاقي حرف الجي اتش بيجي في بدايه الكلمه، وساعات الجي اتش الاقيه في وسط الكلمه، نص الكلمه يعني. طيب لو جاء في جي اتش في بدايه الكلمه، حرف الاتش بتبقى سايلنت ما بتتنطقش، وحرف الجي هيتنطق جيم. حرف الجي هيتنطق جيم. طيب زي الكلمه ديت ها جي اتش او اس تي. طبعا انا هنا حرف الاتش مش هنطقه خالص، وهنطق الجي كزي حرف الجا، تمام. بس هنا عندنا حرف الاو يبقى هنضم، يبقى نقول ايه؟ جوست. نقول ايه؟ جوست. طيب اللي بعدها جي اتش او يو ال، حرف ال H هنا برضه سايلنت ما بيتنطقش، هنطق الجي زي ايه؟ الجي هيتنطق جيم. زي كلمة ها الكلمة اللي قدامنا ديت، نحاول كده نقراها مع بعض بس من غير ما ننطق حرف الايه؟ ال H. يبقى اسمها جول. اسمها ايه؟ جول. طيب الكلمة اللي بعدها ها جي اتش اي ان اي، ها يبقى اسمها جانا. برافو عليك. اسمها ايه؟ جانا. طيب الكلمة اللي بعدها جي اتش اي ام تي، طبعا برضو الاتش عندنا سايلنت مش هيتنطق، وهنطق حرف الجي جيم، يبقى اسمها جنت. اسمها ايه؟ جنت. اكسلنت. برافو عليك. نقول تاني اجين ها جوست جول جانا جنت. اجين ها جوست جول جانا
جانت، برافو. طيب امال بقى حرف الجي اتش لو جت قبلها اي حرف من حروف المتحركه اللي هي الفاولز زي اي اي او يو اي، اجين حرف الجي اتش لما يجي قبله حرف من حروف المتحركه اي اي او يو اي بيبقى الاثنين سايلنت ما يتنطقوش، زي كلمه فايت ما نطقتش هنا جي اتش خالص، اف اي جي اتش كان جي اتش مش موجوده يبقى اسمها فايت. طيب ها تي اي جي اتش تي بيتنطقوا ايه؟ طبعا هنا برضو جي اتش اهي جاء قبلها حرف الاي، حرف فاول، حرف متحرك، ما نطقش جي اتش، زي كلمه تايت، زي كلمه ايه؟ تايت، يبقى فايت تايت. ها مين يقول معايا بقى الكلمه ديت؟ ها حاول معايا، يبقى اسمها ايه؟ برافو، اسمها برايت، اسمها ايه؟ برايت. طيب ها ان اي جي اتش تي برضه جي اتش ها مش هيتنطق، يبقى اسمها نايت، اسمها ايه؟ نايت. اجين نقول من الاول تاني، فايت تايت برايت نايت. ها مايت برضه نفس الحكايه، مايت كويس. طيب بي ار او يو جي اتش برضه جي اتش هنا جايب لها حرف اليو هو حرف فاول والاو برضه حرف فاول، تمام برضه جي اتش هنا مش هيتنطق يبقى اسمها ايه؟ برات، اسمها ايه؟ برات. طيب تي اي يو جي اتش تي يبقى اسمها توت، اسمها ايه؟ توت. طيب بعد كده سي اي يو جي اتش تي يبقى اسمها كات، اسمها ايه؟ كات. بعد كده عندنا بي او يو جي اتش تي اسمها بات، اسمها ايه؟ بات. اجين قول تاني مع بعض، فايت ها تايت، قول معايا فايت تايت برايت ها نايت مايت برات تات كات بات. يبقى احنا كده عرفنا ان حرف الجي اتش له اكتر من كذا قاعده، له قاعدتين، لان نقول تاني كده مع بعض، لما يجي في بدايه الكلمه ها هيتنطق جا والاتش بتبقى سايلنت زي ما قلنا الكلمات دي تاني، جاست جال جانا جنت، تمام. بعد كده الجي اتش لما يجي في نص الكلمه وقابله فاولز او حرف متحرك من الحروف اللي احنا قلناها ديت ها الاثنين بيبقوا سايلنت ما بيتنطقوش، فبقى اسمه فايت تايت برايت نايت مايت برات تات كات بات، تمام. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.